ولإلقاء المزيد من الضوء ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف معنا إلى هذه التغطية، وأبدأ مع حضرتك بتعليقك على هذا التحول النوعي في العمليات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي اللبنانية، واللجوء إلى عملية نوعية مختلفة تماما وجديدة تماما على نوعية الصراعات أو يعني الحرب الدائرة ما بين إسرائيل ولبنان أو حزب الله تحديدا. يعني أولا تحياتي لحضرتك وللسادة مشاهدي إكسترا نيوز. يعني هذه العملية النوعية التي قامت بها إسرائيل ليست جديدة على إسرائيل، ولكن الجديد هو مدى هذه العملية وضخامتها. إسرائيل يعني تعتبر أول دولة في العالم استخدمت التليفون المحمول الملغم لاغتيال أحد القادة الفلسطينيين. كان هذا في 5 يناير عام 1996 عندما نجحت في تمرير تليفون محمول ملغم إلى أحد أبرز الشخصيات في تاريخ المقاومة الفلسطينية، المهندس يحيى عياش الذي ابتكر صواريخ القسام، والذي كان أول من صنع العبوات المتفجرة وكان وراء العمليات الاستشهادية. إسرائيل استطاعت عن طريق العملاء أن ترسل إليه تليفون محمول ما أن تلقى اتصال حتى تم تفجيره فيه. إسرائيل أيضا استخدمت التليفونات، رصد التليفونات من خلال الجي بي إس وغيره لتحديد أماكن المقاومين وقصفهم. بل أنه إسرائيل عندما اغتالت الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر في 30 يوليو الماضي، يعني هناك معلومات أنه تم استخدام التليفون المحمول لسحبه إلى مكان معين وهناك تم قصفه. وربما أيضا هذا حدث مع السيد إسماعيل هنية، هناك بعض الروايات التي تقول أنه يعني تم استخدام التليفون المحمول يعني لجذبه إلى مكان معين وقصفه بعد تحديد مكانه. لكن العملية التي حدثت في لبنان اليومين الماضيين هي ربما الأولى عبر التاريخ أن تنجح أجهزة مخابرات في ترخيص الآلاف من يعني وحدات الاتصال، ليست تليفونات محمولة وإنما أجهزة بيتشر غير مرتبطة بالإنترنت، ليس بها جي بي إس، ليس بها كاميرات، ومع ذلك استطاعت اختراق مكان التصنيع وزرع عبوات ناسفة فيها. نفس القصة حدثت مع أجهزة اللاسلكي أمس، وهو يعني أنها تخترق أو اخترقت يعني حزب الله من ناحية معرفة نواياه وأنه يريد أن هي في الاتصالات، ومع ذلك وصلت إليها. وهذه كما يقول يعني معظم المحللين. طب استاذ اشرف، نعم استاذ اشرف، يعني بعد ما حدثت الموجه الاولى من الاستهدافات في اليوم الاول باستهداف اجهزه البيجر في مع عناصر حزب الله، لماذا لم تتخذ الـ يعني عناصر حزب الله او قيادات حزب الله احتياطتها يعني لتجنب حدوث هذا او تكرار هذا، فنجد انه يحدث في اليوم التالي على طول هذا الانفجار الاكبر والاوسع؟ يعني أنا أظن إنه حزب الله ظن إنه أجهزة البيجر فقط هي الملغومة، لأنه يعني على مدى السنوات يستخدم أجهزة اللاسلكي، أجهزة اللاسلكي لا توجد، لا يوجد جيش ولا حركة مقاومة لا تستخدمه. في غزة الجماعات الفلسطينية تستخدمه للاتصالات، وخاصة إنه أجهزة اللاسلكي مداها قصير، وبالتالي لا يتخيل احد انه اسرائيل تستطيع ان تتصنف عليه من الخارج، فيعتبرونه امن. ويبدو انه الصفقه التي حصلت فيها اسرائيل حصل فيها حزب الله على اجهزه البيتشر الملغومه تزامنت مع الصفقه حصلوا فيها على نوع جديد من اجهزه اللاسلكي. ولا يعني حتى الآن أنا أعرف أن حزب الله لديه يعني نظام أمني مشدد ولديه خبراء ويستطيع أن يفحص كل شيء، ولا يمكن أن أتخيل
كيف تم اختراق هذه الأجهزة وكيف لم يتم فحص الأجهزة عندما حصلوا عليها؟ طب وهل يعني كان هناك عملاء في الداخل أم لا؟ يعني طبعا بالنسبة لما فيما يتعلق بأجهزة البيجر، يمكن علمنا أن هناك شركة تايوانية هي المعنية بالتصنيع، وأن هناك مثلا مؤامرة أو تدخل من إسرائيل لزرع هذه المتفجرات والسيطرة على هذا القسم. ولكن هل من المنطقي أن تستطيع إسرائيل أيضا أنها تستولي على الشحنة الأخرى للأجهزة اللاسلكية وتزرع فيها أيضا شرائح هي الأخرى وإن كانت مصنعة في دولة غير تايوان؟ فبالتالي يعني هل لإسرائيل هذه السلطة وللمخابرات الإسرائيلية هذه السلطة أنها تستطيع أنها تخترق كل هذه الشركات لتزرع هذه الشرائح المتفجرة؟ يعني مستجدات التحقيقات تقول أنه تايوان لم تصنع هذه الأجهزة، وأنه شركة في المجر هي التي هي التي يعني أخذت التوكيل للتصنيع. عندما ذهبت السلطات المجرية للمكان لم تجد أي شركة أو مصنع، وإنما مكتب صغير فيه موظف واحد. وفي اليوم الأول كانت هناك سيدة تقول أنها رئيسة الشركة، هذه السيدة اختفت، وبالتالي يبدو أنه هذا المكتب كان يبدو كستار فقط، وأنه هذه الأجهزة يعني صنعت في إسرائيل وجاءت جاهزة وشحنت وكأنها جاءت تحت مسمى هذه الشركة. نعم. طيب، فقدنا الاتصال بالدكتور أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، وبالطبع سنعاود الاتصال به مرة أخرى.